بسم الله وعلى بركة الله. طبعا أنا عايز أبدأ بجزئية مهمة قوي، وهي على غير العادة، يعني على غير ما بنبدأ الآن وأنتم أمامي بالدريس الجديد باللوجو الجديد. إحنا بدأنا الشغل من أغسطس 2022 وانتهينا من تسليم المنظومة في فبراير 2023، يعني بيتكلم في حوالي 6 أشهر. والهوية فيها تفاصيل كثيرة، منها المظهر، منها وليس كلها. طيب بتشتمل على إيه الهوية؟ على أشياء كثيرة هتلاقوها تباعا جاية مع الوقت، وجزء كبير منها سيدشن يوم 24، والمفروض إن حضراتكم جميعا تحصلوا على نسخة من الهوية كلها. يعني في حاجة اسمها الهوية المؤسسية، الهوية البصرية، الهوية الرقمية، الهوية الإدارية والتنظيمية، الهوية في صناعة المحتوى، في الترجمة، في أشياء كثيرة. البداية عايز أبدأها إن مؤسسة الأمن والسلام أنتم تقومون بدور غير مسبوق في العالم العربي وفي دول مجلس التعاون على وجه الخصوص، وهو الخدمات التي تقدموها بنكهة وطنية. 99.9% من الذين يعملون في مؤسسة الأمن والسلامة من الجنسية العمانية. ده معناه أن أنتوا 11,000 موظف تقريبا حول هذا الرقم من الجنسية العمانية، يعني أنت تحافظ على أمن بلدك واستقرار بلدك قبل أن تكون وظيفة. ففيها واجب وطني وواجب ديني وواجب قانوني وواجب شخصي وإنساني ومجتمعي وعد ما تعد يعني. فاستحضروا النية دي أثناء التفكير يعني. طيب المفروض أن احنا خلال أيام بعد غد وتنطلق الهوية. فواحد، طريقة التفكير تتطور، كانت إيه وبقت إيه؟ الهوية تعني إيه؟ يعني إيه هوية أساساً؟ هوية باختصار شديد يعني شخصية الكيان. أنا مش عايز أفتح لكم سلايدز ونعمل بقى محاضرة ونعيد ونزيد، الكلام ده موجود. لو كتبت على يوتيوب الهوية المؤسسية عمان، أول 4-5 نتائج هتلاقوها في القاعة دي. إذا كتبت على يوتيوب بس الهوية المؤسسية عمان، أول 4-5 نتائج في القاعة هنا على مدار 4 محاضرات، كل محاضرة 100 دقيقة، بنتكلم بالتفصيل الممل في الأمور العلمية والفنية والتطبيقية والكلام ده. لكن خلونا ندردش في الموضوع ونشوف إحنا وصلنا لفين ورايحين على فين. باختصار شديد جدا جدا، الهوية تساوي الشخصية. طب لو هوية شخصية يبقى شخصيتي أنا، طب لو هوية مؤسسية شخصية الكيان، طب لو هوية استثمارية شخصية الجانب الاستثماري في المؤسسة، هوية بصرية شخصية المؤسسة من الجانب البصري، طب هوية رقمية شخصية المؤسسة في الجانب الرقمي. لو أنا خدت الكلمة دي وعشت فيها أرتاح كتير، هفهم وإيه اللي بيحصل. يعني شخصية المؤسسة اللي هي إيه؟ رؤيتها، رسالتها، أهدافها، أدواتها، الخطة، الخريطة، الهيكلة، المكانة، السمعة، التموضع، الميزة، الميزة النسبية، الميزة التنافسية المستدامة، التكلفة التنافسية، الخدمات، المنتجات، المشاريع، الحلول، المبادرات، المكانة الفكرية، العمليات، السلوك، التصرف، الأداء. أنا جمعتهم في 100 محور وعملناهم. يعني الملف دلوقتي موجود مع العميد سعيد، تقدروا تحصلوا على نسخة. عايز أعرف إيه هي الميزة المثلية للمؤسسة؟ مكتوب. ما هي التفرد للمؤسسة؟ مكتوب. العمليات كذا كذا؟ مكتوب. طيب السمعة؟ مكتوب. المكانة؟ مكتوب. التموضع؟ مكتوب. ما هي التفرد للمؤسسة؟ مكتوب. الميزة النسبية؟ مكتوبة. الميزة التنافسية المستدامة؟ مكتوبة. أيوة، ليه كتبناها وليه جمعناها؟
علشان نزلت الواقع. احنا ان شاء الله بعد الحفل هنبدا مرحله جديده وقد تستغرق عام بعنوان حوكمه الهويه. ايه هي الحوكمه اساسا؟ يعني ايه حوكمه؟ التنفيذ. تعني ايه تاني الحوكمه؟ ضمان التنفيذ وضمان التغيير وضمان الشفافيه وضمان الاتصال وشويه ضمانات كده كلها تعنيها او تشير اليها كلمه حوكمه. فان شاء الله احنا شغالين على الموضوع ده في تدريب ورفع الوعي والمشاركه والاتصال الداخلي والاتصال المؤسسي والمسؤوليات والادوار. كل ده ان شاء الله ليه؟ عشان منظومه الهويه لو ما تحولتش الى سلوك، ما تحولتش الى واقع، ايه النتيجه؟ مجرد شكل. لو ما تحولت منظومه الهويه الى واقع مجرد شكل. طيب معنى كده انا مستفيد ايه بقى؟ حضراتكم مستفيدين ايه؟ طب المؤسسه عملت هويه، انا مستفيد ايه؟ حد يقدر يقول لي؟ اللي هو حضراتكم يعني كل من يعمل داخل المؤسسه هيستفيد ايه من المنظومه؟ انت اسم حضرتك محمد؟ ليه تتكلم بسرعه؟ اتكلم بالراحه، انا تعليم مجاني، كنت اهدى عقلي. لا بالراحه. محمد بن مهر الله مال الله ال محمد بن مال الله البلوشي. ايه رايك في الحركه دي؟ محمد بن ليه محمد بن الله بلوشي ليه؟ انا تعليم مجاني على قدي لسه، واحده واحده. استاذ محمد انا بشكرك وبحييك، اتفضل. هوية يعني أنت بتعرف مكانة المؤسسة اللي أنت فيها، قيمة المؤسسة اللي أنت فيها، أهداف المؤسسة. والشاطر الذكي بقى يعمل إيه؟ يربط بين أهدافه الشخصية وأهداف المؤسسة، بين إمكاناته الشخصية وإمكانات المؤسسة. نستأذنكم بس هنقفل الباب يا أساتذة. اصلا يربط بين اهداف المؤسسه واهدافه الشخصيه، بين انا ليا رؤيه فلما بظبط الرؤيه بتاعتي مع رؤيه الكيان استثمر العمر. لو رؤيتي عكس رؤيه الكيان مش مستفيد حاجه من وجودي. ايه تاني؟ افخر بالمؤسسه. ايه تاني؟ اولادي واحفادي وزمايلي واقاربي لما يعرفوا ان انا شغال في مؤسسه ذات هذه القيمه ينظروا لي نظره مختلفه، يبصوا لي بصه مختلفه، يشوفوني بطريقه مختلفه. اذا اول حاجه عائده عليا من الاعتزاز بمنظومه الهويه ان انا هستثمر وقتي افضل، هستثمر ادواتي افضل، هفكر في الموضوع بشكل مختلف، هبدا اتخيل ماذا يجب علي ان يكون في عملي وفي مهامي. يعني يجي الاستاذ محمد بعد ما اطلع على الوثيقه او على الكيان المعلوماتي في الهويه يقول طيب الهدف ده مثلا من ضمن الاهداف زياده المبيعات او زياده الخدمات او زياده الافكار او الاستثمار في هدف معين، وانا عندي دور بقوم بيه. هتربط الدور اللي بالهدف. الهدف ده يتطلب مني ايه؟ تروح لمديرك، تروح للمسؤول بتاعك تقول له والله انا شايف ان من الاهداف كذا وبقترح كذا. تبدا تقترح، تبدا تتخيل، تبدا تحط بعض الاضافات من عندك، هتقرا وتطلع وتتطور، تطلب دورات تدريبيه وتبدا تزود مهاراتك في اتجاه علاقه بمهمتك والهدف. هتلاقي مثلا من ضمن السلوك انك تكون صديق للمجتمع، اسلوب التعامل مع الجماهير، اللغة المستخدمة في التواصل، المحاذير في التواصل مع الناس، وفضل مثلا لو في اشتباك معين او حاجة او فتبدأ تتمرع ده، وان شاء الله يكون في دورات تدريبية تفصيلية على الكلام ده كله وغيره وغيره وغيره. حساسية الحس الامني،
وحاسه التامين واختلاف دور التامين من مكان لمكان، كل ده لان انت في الاخر سفير عن المؤسسه، انت من يمثل المؤسسه. خطا منك مش خطا شخصي، مش محمد اخطا او احمد اخطا، ولكن هيقولوا ده تصرف الامن والسلام. طيب خلوني كده استعرض مع حضراتكم جزء من اللي هيتم عرضه في الحفل. طبعا اللوجو خلاص كلنا عرفناه وكلنا شفناه وتعاملنا معاه. طبعا هذا الملف هو ملف فني بامتياز. يعني ايه فني؟ يعني هذا الملف يتعامل معه المتخصصين. جبنا الشعار منين؟ والاس اس سيكيورتي اند سيفتي، وعلاقتها بالترس العماني، وعلاقتها باللوكيشن. لو تلاحظ ان اللوجو واخد حرف الاس وكمان واخد شكل اللوكيشن، عشان هو اشاره الى التواجد والموقعيه والاختياريه وسرعه الوصول. والجي بي اس بيدينا ايه؟ بيدينا المسافه وبيدينا السرعه والوقت والبدائل والاستشراف لو في توقف او الى اخره. هندسيا الشعار لو وصل لاي حجم من سنتي الى برج لا يختل، هو هندسيا معمول بشكل جيد جدا. ثم الشعار مع النص وبدون النص، واختباره على اكثر من خلفيه، واختباره على اكثر من وسيط واكثر من مطبوع، و الحالات الخطأ الواجب تجنبها في استخدام الشعار، ماذا لو تم استخدامه على صور، ما هو الباتر المصاحب للشعار الموتيف، الشعار في شكله النهائي. أنا عايز أقول لحضراتكم إن سبق هذا الشعار حاجة وخمسين شعار، حاجة وخمسين محاولة. يعني عدد الشعارات التي تم تصميمها قبل الوصول للنسخة دي تقريبا 58 شعار، 59 شعار، حاجة كده هذه الدرجة حتى وصلنا إلى هذا الشعار. وكيف أن النص لوحده قد يوفي بالغرض. ما هي الألوان المستخدمة في الهوية مع الكود والنظام اللوني لها؟ اللي فاتت ألوان أساسية وهذه ألوان ثانوية. التدرج اللوني، الخطوط المستخدمة في الهوية وأماكن استخدامها ونوع استخدامها، الخطوط باللغة الإنجليزية والعربية، الوسائط المطبوعة، كل بقى البيزنس كارد، الليتر هيد، الاختام، الادوات التسويقيه والترويجيه، البروشورات، المواد الدعائيه والضيافه، الاعلام، كل شيء، حتى المنشفة. مين بقى هيفوز بالدرع ده؟ مين هيفوز بدرع الأمن والسلامة؟ رشحوا مين لزمايلكم ياخد الدرع؟ فين زكريا؟ فين زكريا؟ قول يا زكريا كده عشان نشوفك، اتفضل. ايه الشعبية الكبيرة دي يا زكريا؟ ده انت داخل الانتخابات بقى ملتزم ما شاء الله عليك، ايه التواضع ده؟ روعة، تبارك الله. ان شاء الله جميعكم تحصلوا على درع المؤسسة بإذن الله، بالجد الاجتهاد والمثابرة وتطبيق الهوية ان شاء الله بإذن الله. طيب ايه تاني؟ شهادات، الميدالية، مين هياخد الميدالية؟ زكريا ياخد الدرع، مين ياخد الميدالية؟ زكريا برضو؟ لا 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 اوكي. هذا هو الكيان المعلومات اللي بكلمكم عنه من شوية، اللي فيه جميع المعلومات الخاصة بالمؤسسة، تذاكر المؤسسة مذاكرة في العمق حتى يبقى كان ده قلناه في أول لقاء لو رجعتوا له على يوتيوب.
أخطر حاجة ممكن تقع فيها إنك تقضي عمرك في عمل أو في وظيفة وانت مش بتعطيها افضل ما عندك وتعطيك افضل ما عندها. طيب ده يجي ازاي؟ انت ممكن تلاقي 5 6 7 10 20 موظف في مكان، 3 بيشتكوا و3 ولا فارق معاهم، وفي مثلا 10 حاسين ان الدنيا ممتازه، وفي 2 طب، والكل بيمر بنفس الظروف والكل في نفس المؤسسه. ايه اللي فرق؟ كل واحد بيبص للواقع بتاعه ازاي، بيتعامل معاه ازاي. من قال هلك الناس فهو اهلكهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وفي لفظ فهو اهلكهم، اهلكهم اكثرهم هلاكا، واهلكهم سبب هلاكهم. ابعد عن النظره السلبيه، يا مرحبا وسهلا، ابعد عن النظرة السلبية، ابعد عن الاستغراق بالمشاكل واهرب للحل. لا تهرب للمشاكل، اهرب للحل في كل حاجة في حياتك، مش بس في الهوية، مش بس في الأمن والسلامة. الملف التعريفي الخاص بالمؤسسة، كذلك بيئات العمل الداخلية، في تطور لمبنى جديد لمكان جديد، وهكذا. طيب حتى الباركينج والسيارات، شفنا طبعا لافتات الطرق في المول. علشان كل واحد فينا يستفيد بهذه الهوية لازم يواكبها، والمواكبة بتيجي من أن أطبقها على واقعي داخل العمل. إذن السؤال الأكبر الآن، أنا في إدارة الفلانية، ما هي دور الهوية في دعم الإدارة على مستوى الفكر، على مستوى الشكل، على مستوى الاتصال، على مستوى التعامل، التواصل الداخلي والخارجي، التواصل مع الإدارات، والتواصل حسب ما تقتضيه الحاجة حتى خارج المؤسسة. إيه طريقة التفكير اللي هتتغير قبل وبعد؟ أنا قبل الهوية كنت بفكر إزاي؟ بعد الهوية إيه المطلوب مني؟ لو ما عنديش تغيير واضح في طريقة تفكيري قبل وبعد الهوية، لو ما عنديش تغيير واضح في أسلوب العمل قبل وبعد الهوية، لو ما عنديش قفزة نوعية في طريقة التناول والتعامل، أراجع نفسي وأراجع الهوية وأشوف مين المسؤول عن الموضوع وأروح أقول له لو سمحت أنا قبل الهوية وبعد الهوية ما تغيرش عندي حاجة. فين التغيير اللي يخص الإدارة بتاعتي، اللي يخص المكان بتاعي، اللي يخص العمل، المهام؟ انا كنت بادي بالطريقه الفلانيه، دلوقتي هادي ازاي؟ ايه الجديد، التميز، التفرد، الميزه النسبيه في الموضوع دلوقتي، الاضافه، القيمه المضافه، ايه التصرف المميز، التدريب النوعي، رفع الوعي، ضبط المهام، التطور في كل شيء، في المحتوى، في الاسلوب، في الطريقه، كل حاجه. ببساطة ولا لا أذيع سرا، يعني كلنا عارفين المعلومة دي، إذا بيئة العمل تطورت، مثلا تخيل أنك قضيت شهر من شهر فات للنهاردة، فأنت كنت حريص أنك تطبق التطور ده عندك في إدارتك، فهتعيش شهر جديد ما بعد التطور أنت على مستوى البهارات والجدارات عايز تواكب، فده هيؤثر في أدائك، هيؤثر في إمكاناتك. طيب حد يقول لي أنا خبرة 10 سنين، خبرة 20 سنة، خبرة 30 سنة. السؤال، خبرة 20 سنة ولا خبرة سنة تكررت 20 مرة؟ خبرة سنة تكررت 20 مرة، يعني أنت ما غيرتش وما جددتش وما حسنتش.
هي سنة كافي تيست، فضلت ماشي عليها إلى أن يشاء الله. أما خبرة 20 سنة معناها إن أنت كان عندك إضافات على مستوى اليوم، على مستوى الأسبوع، على مستوى الشهر، على مستوى العام، على مستوى الأعوام، فأنت كنت بادئ عند نقطة معينة، بدأت بقى الجودة، والجودة تساوي الصفر خطأ، الاقتراب من الصفر خطأ، فقلل أخطائي إلى درجة الصفر، قلل هدري إلى درجة كذا، معدل الابتكار والاقتراحات بقى عندي بالشكل الفلاني، أسلوبي في التعامل، أسلوبي في الكلام، درجة فهمي بالمؤسسة، عمق فهمي عن المؤسسة، أنا أقدر أتكلم. لو أنا سألت حضراتكم كلمني عن رؤية المؤسسة وأهدافها ورسالتها والخطة بتاعتها والقادم والمستقبل والتحديات، لو ما جاوبتنيش بنفس الثلاثة زي ما بقول لك اسمك إيه، يبقى أنت مش مستفيد من وجودك استفادة كبيرة. لازم تذاكر المؤسسة، تذاكرها تاريخا وحاضرا ومستقبلا واستشرافا وتحديات وأدوات والخطة والخطة البديلة والفرصة والفرصة البديلة والرؤية وعلاقتها بالرسالة وعلاقتها بالأهداف وعلاقتها بالمسارات والأعمال. عندنا دلوقتي في الهوية الجديدة يعني مؤسسة الأمن والسلام طول عمرها بتعمل على تقديم الخدمات، حتى أن كان اسمها إيه؟ خدمات الأمن والسلام. الآن وأنا بكلمكم لا، الخدمات دي كلها أصبحت مسار من خمسة. أما بقى معنا إيه؟ بقى معنا خدمات، منتجات، مشاريع، حلول، مبادرات. دي واحدة من التغيير والإضافة التي أحدثتها منظومة الهوية. طول عمرنا بنعمل إيه؟ بنقدم خدمات، نقل النقد، نقل منتجات الثمينة، مرافقة السفن، مرافقة الشخصيات الهامة، تأمين المنشآت الحيوية، تأمين منشآت الطبع الخاص، دعم ومساندة الحكومة أو الشرطة في كذا أو كذا. الآن وأنا بكلم حضراتكم بقى في منتجات محطوطة في الخطة ومذكورة، ويمكن لك الاطلاع عليها الآن لما تحصل على نسخة الملف ده. هتلاقي المنتجات، خدمات، المبادرات، المشاريع، الحلول المتكاملة. مين اللي هينفذ ده؟ حضراتكم. مين اللي هيبني كل ده؟ حضراتكم. طيب دي واحدة من الأشياء. ايه تاني؟ بقى عندنا حاجة اسمها قواعد السلوك المهنية، الكود اوف ايثكس، ميثاق العمل، ميثاق اخلاقيات العمل. ايه علاقتك بزميلك، علاقتك بمديرك، علاقتك بالجمهور، علاقتك بالمؤسسه، المحاذير، ما يجب ما لا يجب، لازم تطلع عليه. عندنا ايه تاني؟ عندنا قاموس المفردات والمرادفات الخاص بمؤسسه الامن والسلامه. ايه تعريف الامن داخل المؤسسه؟ ايه تعريف السلامه داخل المؤسسه؟ ماذا لو جمع بين كلمة الأمن والسلامة معا؟ ماذا تقصد؟ لازم تتعرف على اللغة اللي دايرة داخل المؤسسة التي يجب أن تكون. ليه؟ لازم كلنا نتكلم نفس اللغة، لازم كلنا نستخدم نفس المفردات، علشان يبقى في أوركسترا، في تناغم، to be orchestrated، يكون في alignment، محاذاة. قوت اي مؤسسه في الدنيا ايه؟ ان تعمل في محاذاه. لما البوصله تيجي كده كلنا مع البوصله، طب هترجع تاني كده كلنا وبحركه انسيابيه، كل في مكانه، كل في مجاله، كل في نطاق عمله. طيب لو القياده عملت كده واحنا عملنا كده، نشاذ، مفيش تماسك، ليس وحدة واحدة، صح؟ ليس حالة من القوة. وبالتالي لما القيادة تعمل كده وانا اعكس اعمل كده، المخرب او المفسد او المضرب او اي حاجة هيدخل من النص. لا تجعل مسافة بينك وبين القيادة، كن دائما انا بسميها art of alignment، فن المحاذاة.
كده 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 معاك، كده معاك، هجري بسرعه ابقى رايح معاك. طب هعمل ده ازاي؟ لما اتمرس على منظومه الهويه، نفس الفكر، نتكلم نفس الكلام، عندنا نفس المصطلحات، عندنا نفس العقيده المهنيه، العقيده التخصصيه، احنا هنا عشان نعمل كذا. وفي الاخير لا ثواب اعظم من ثواب الله سبحانه وتعالى ولا جزاء. لما ربنا يديك بتعمل كده وحديث هذا الحلو بمخلص هذا الاخلاص، هذا فتح عليك في حياتك كلها ما علمت منه وما لم تعلم. طيب انا مش عايز اطول ومش عايز اسهب في الموضوع كثيرا، لكن هو الهويه فيها كل ده. في حاجه اسمها الهويه الشخصيه، لازم تبني هويتك الشخصيه. انت لما حد يقول لك انت مين، ما تقولوش احمد، ما قالكش اسمك ايه. لما يقول لك انت مين، ما تقولوش كاتب، ما قالكش وظيفتك ايه. لما يقول لك انت مين، ما تقولوش عماني، ما قالكش جنسيتك ايه، ما تقولوش مسلم، ما قالكش ديانتك ايه. الهويه الشخصيه اعظم حاجه تعملها لنفسك. من انت بيساوي ما قيمتك. عايز تعرف قيمتك، انظر فيما تحسن. قيمة الإنسان فيما يحسن. طيب احنا قلنا منظومة الهوية حاجات كتير، المؤسسية والبصرية والرقمية وفيها الشخصية، لأنك لو مش حريص تبني نفسك مش هتعرف تبني المؤسسة. أعز حاجة عندك نفسك، صح؟ مفيش أحسن من كده. فلو أنا متهاون في بناء نفسي هبقى حريص إن أبني غيرها؟ مستحيل. بناءك نفسك، ولذلك اعظم شيء تقدمه لنفسك انك تبقى مقدر في عين نفسك. زي ما مقدر في عين نفسي، اركز في ان ابني هويتي. هنرجع لاول نقطه، الهويه بتساوي الشخصيه. فتبني شخصيتك، رؤيتك انت ايه، رسالتك انت ايه، اهدافك انت ايه، ادواتك انت ايه، ايه الخطه بتاعتك في الحياه، ايه خريطتك في الحياه، ايه الميزه النسبيه لك في الحياه، انت هتقدم ايه، بتعرف ايه، بتجيد ايه، بتحسن ايه. لما تبني بقى هويتك الشخصيه وتشترك وتشتبك ايجابا مع هويه المؤسسه، هتلاقي نفسك بتستثمر وقتك. يعني وجودك في المؤسسه ده هيبقى نوع من انواع استثمار العمر. لو وصلت ان وظيفتك نوع من انواع استثمار العمر، انت بقيت حاجه عظيمه جدا. لو اتعاملت مع الوظيفه ده وقته يا رب يعدي، انت كده بتموت جزء كبير من عمرك، وبالتالي هتستمتع، هتعرف، هتفهم، هتلاقي نفسك عمال تطلع بافكار. لازم تستهدف ان تحب كل ما تقوم به، وكلما كنت صادق في هذا الحب وفي هذا الاخلاص فتح الله عليك بشكل لا تتخيل. اما لو عايز الوقت يمر وخلاص، هيمر هو كده كده اكيد. الساعه 11 وربع لما تيجي 11 وثلث لغايه يوم القيامه مش هترجع وربع تاني، لكن هتتسال عن الدقيقه والساعه والساعتين والعمر، صح؟ هتتسال. وعليه اكتر مكان بتقضي فيه وقت فين؟ شغلك والبيت، واحيانا شغلك اكتر. استحضار النية واستحضار الهدف وصناعة وبناء الذات والحرص على الثقافة والتعلم والقراءة والحرص على رفع الوعي والتدريب واحترام المعلومة وتقدير العلماء وتقدير الأساتذة والمدير والقائد واحترام الخبرات والتدرج الوظيفي واستيعاب الفرصة. انتوا في فرصة، كم واحد انتوا تعرفوه او ما تعرفوهوش يتمنى يجلس مكانك على هذا المقعد، يرتدي هذا الزي؟ كتير. انا اعرف كتير. انا بقالي في المؤسسه مثلا سنه ونص سنتين حولها، لما بجلس اجتماعات او بقابل حد او بشوف حد يقول طيب انا عندي اخويا عايز اوظفه في كذا، طب ابعت لك الورق، فلان يبعت الورق. كم واحد عايز يلبس الزي ده يكون مكان حضراتكم؟ كتير. الا ان الله سبحانه وتعالى
يسر لك أن تكون في هذا المكان. شكر النعمة إيه بقى؟ استخدامها في طاعة ربنا اللي هو إيه؟ الإخلاص ثم الإخلاص ثم الإخلاص لكل ما تتلقاه من توجيه وتعليم وتدريب على يد خبراء وعلماء وأساتذة وقادة ومديرين يلتقون بك في هذا المكان. حينها أنت لما تخلص مين اللي هيكافئك؟ ربنا سبحانه وتعالى. ومكافأة المخلصين ليس لها حساب وليس لها توقعات. هتلاقي ربنا فتح لك الفكر، فتح لك الذهن، يسر لك المعلومة، خلى اللي جنبك ينصحك ويوصيك وياخد بيدك ويدعمك. وهي دي الحياة، انك كلما احسنت وجودت فتح الله لك باب احسان وباب جودة اعلى. صح؟ متفقين؟ وعد بإذن الله تعالى. حد عنده أي سؤال أو استفسار؟ أي سؤال أو استفسار؟ اللي يسأل سؤال هياخد من اللي جنبه 100 ريال. اللي يسأل هياخد من اللي جنبه. بدأوا يبصوا لبعض. لو إيه؟ معهوش 100 ريال مش هسأل. أعتقد أوكي تفضل. نعم؟ مين يجاوب على السؤال ده؟ الثلاث نجوم اللي في الشعار دي تعني إيه؟ الترس العماني. هي يمكن لما تغرد خالص، لكن لما تشوفها في الفيلم ان شاء الله وفي كذا مطبوع هتبان ان هي الترس العماني. وكان لها قصة، يعني الشعار اصلا كان بدون الترس العماني اساسا، وانا كنت متمسك انه ما يكونش بالترس العماني، يبقى بدون لسبب فني معين. فسيادة العميد قال لا لازم نحط ترس العماني، فعدنا نحط ترس. الحمد لله لما ضبطت كان في اقتراحات كتير، يبقى ترسين فقط ولا ترس ولا ثلاث تروس. طيب التقارب بينهم ياخدوا نص دايرة دايرة. ان شاء الله في فيلم غير اللي هيعرض يوم الاربعاء، في فيلم تاني جاري اعداده الان بيوثق قبل واثناء وبعد واجتماعات بناء منظومة الهوية. واحدة من الاشياء اللي بدعوكم تطلعوا عليها هو الهوية دي اتبنت ازاي. يعني في التقرير احنا اجتمعنا مع العميد سعيد 615 ساعة في 6 أشهر. جبنا رقم ده منين؟ ان كل اجتماعاتنا بنفرزها وبنسجلها وبنعمل، عشان في فرق عمل بتقعد تفكر عشان تبني اللي احنا قلنا عليه من شوية ده. عايزكم تعيشوا الرحلة، هي بدأنا ازاي وفكرنا فيها ازاي وايه السبب اساسا. يعني انت ما كنا خلينا على قديمه ليه عملنا جديد، وايه هدف الهويه وايه هدف المنظومه، وهل كان ممكن تبقى بشكل تاني؟ طب ليه بالشكل ده؟ ليه بقول لك كده؟ الهويه هتفيدك حتى على مستوى الشخص. انت عايز تفتح بيزنس، انت عايز تعمل اي مشروع، عايز تعمل اي فكرة، عايز تعمل اي حاجه، هتبدا تاخد نفس المنهج، تشتغل على نفس الطريقه. ياما ناس كنا بنتكلم معاهم على المؤسسه اللي هم فيها خدوا الكلام ده طبقوه في حياتهم، هتلاقيه اختصر ليك كثير من الوقت. حد عنده سؤال تاني؟ خدت 100 ريال ولا؟ تفضل. مين؟ يسأل الشعار، احنا عرفنا الدروب، عرفنا الدروب بعد لا طبل، احنا شلنا التريبل، كانوا 3S Security and Safety and Safety Services، احنا حذفنا كلمة خدمات بالعربي وبالانجليزي. ففي اس راحت، فكده اصبح 2S اللي هو سكيورتي اند سيفتي سيرفيسز اللي هي الخدمات شالت. وكان اللوجو واحده من مراحله انه واخد 3S، بعد كده لما شلنا الاس دي فبقى 2S فقط. في نقطه مهمه قوي، ان اللوجو يميز اكثر منه يعرف. يعني ايه؟ يعني مش شرط تعرف معناه، لكن المهم انه يميز. يعني يميز لما تشوفه تستحضر ذهنيا مؤسسة الامن والسلام. دي نقطة مهمة جدا. التفاحة بتاعت ابل، علاقة ده بالتكنولوجي. يعني انت لو هتشوفها هيجيلك في بالك الموبايل والكمبيوتر وكده، دي تفاحة مقطوعة.
فبعدين لما عرفنا القصة، لكن لما تشوفها خلاص بقيت دي أبل، دي آيفون. وسمة أو خصائص الهوية الناجحة إن هي تحمل مجموعة من السمات كلما وقع عينك عليها تستحضر هذه السمات بسهولة. حد عنده أي سؤال أو استفسار؟ بارك الله فيكم، شاكر ومقدر، وإن شاء الله يتجدد معكم اللقاء بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله.